حياك يا خلينا نبدأ حلقة اليوم. خلونا نروح مع بعض لأهم وأبرز التغريدات التي لاقت تفاعل كبير على منصة تويتر. أول تغريدة من حساب مختلف، وتكلم تحديدا عن خلف كواليس تصوير إحدى مشاهد الفيلم الرائع 1917، وذكر نقطة جدا مهمة. قال: بعض المشاهد في السينما يكون فيها الشغل كبير جدا لدرجة أن المشاهد ما يستوعب أنه كيف طلعت له هذه اللقطة اللي شافها في الفيلم الفلاني بشكل مميز. يعني شوفوا معايا الأحداث، الصورة والفيديو اللي فوق هو تصوير الكواليس لهذا الفيلم، اللي تحتها هي اللقطة النهائية بعد الإخراج لفيلم 1917. يعني تطلب أتوقع دقة عشان يظهر بأحسن صورة، لدرجة أن حتى الكواليس يعني في بعض المشاهد بتكون مرة حلوة وجدا أيضا متقنة، وكل الناس بتتضرر، حتى المصورين شوفوا مساكين في السيارة وهم بيصوروا كمان بيتضرروا من الأشياء اللي بتصير أثناء تصوير الفيلم. والجدير بالذكر اللي لازم أقوله أكيد إنه هذا الفيلم يعرض الآن في السينما، مو بس كذا كمان مرشح لجائزة أوسكار. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. إلى أيضا تغريدة مختلفة من حساب تركي الجهني، خلينا نشوف إيش قال تركي في تغريدته. في العلا بريطانيين منبهرين بجمال المملكة، ومو بس كذا قالوا: ما رأيناه منكم عكس ما كنا نسمع عنكم. يعني خلونا نسمع سوا إيش قالوا في هذا الفيديو. Yeah, 100%. Yeah, and it's interesting, like, because it's only in the last like 3 years, like you said, you know, your life has changed, whatever, like the lifestyle's changed. Yeah, here's the last. Totally, like our perspective of it is changing. It's like slowly changing. You know, you have like quite a lot of sporting. Yes, no, events. The sporting and the visitor. Yeah, coming here around. Yeah. And every time people come, they're always like, oh, it's amazing. Yeah? Yes. يعني أتوقع من أكثر الأشياء الجميلة خلال مواسم المملكة أنه الكثير من الأجانب قدروا أنهم يجوا للمملكة ويشوفوا أيضا الجانب الجميل الموجود عندنا من تراث وحضارات وثقافات. أيضا جاوب نفسهم وقدروا أنه يغيروا النظرة اللي كانت موجودة والنظرة النمطية اللي كانت موجودة عندهم عن المملكة. ما في شك أنه كثير أيضا من الشباب ساهم في تغيير هذه النظرة عن طريق ثقافتهم ووعيهم وحسن استقبالهم للسياح، فشكرا أكيد لكل من ساهم في نجاح مواسم المملكة وأيضا تغيير النظرة النمطية عن المملكة لدى الأجانب. إلى التغريدة الثالثة من حساب زين عماد. يا جماعة الكل اللي ما يعرفه الفنانة، أنا حابة اليوم أسميها بفنانة لأنها حقيقة تملك صوت جميل جدا وإحساس أجمل، نشرت فيديو لها على تويتر وأيضا كتبت عليه: أحبيني، من أجمل أغاني الفنان الكبير كاظم الساهر. قبل أتكلم عنها كثير خلونا نسمع صوتها وأرجع لكم. ما شاء الله تبارك الله، فعلا صوت مميز وإحساس جميل جدا، وأكيد نتمنى لها كل التوفيق في هذا العالم أو العالم الفني. إلى التغريدة الرابعة من حساب الفنان الجميل عبد المجيد عبد الله، واللي علق عن فيديو طريف منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وكتب عليه: إيش هالطعامة يا ناس. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. Look at that TV. It's dying. But I'm so in love with you. I'm so in love with you.
Maddie, stop. What are you doing? I'm trying to get out. But get out and do what? I want to go outside. But what do you want to do outside? I want to dance outside. Maddie, you can't dance outside. Look, Maddie, can you close the door, please? فعلا من أجمل المقاطع يمكن اللي شفناها، كمية لطافة وكياتة وبراءة في هذه الطفلة مو طبيعية. بس الأجمل في الموضوع أنه واضح أن الأب كان منصدم جدا من ردة فعل طفلته الصغيرة، يعني أتوقع عمرها 3-4 سنين ما شاء الله تبارك الله. عموما من تفاصيل تويتر وأبرز التغريدات إلى